مختلفة في فلسطين خاصة في جنين، لكن نذهب وإياكم مباشرة إلى دكتورة أسماء الشراباتي نائب رئيس بلدية الخليل، إلى خليل الرحمن على وجه التحديد. أسعدت صباحا دكتورة أسماء. صباح الخير، يعطيكم العافية جميعاً. أهلا وسهلا وألف مبارك هذا المسمى وهذا التكليف الذي دائما وأبدا فيه كل المسؤولية، لكن ماذا يعني انتخاب أول سيدة في منصب نائب رئيس بلدية الخليل، وكيف وصلت بصراحة بمعنى المشوار الذي قطعتيه في التحديات والصعوبات من أجل أن تكون الدكتورة أسماء الشرباتي الذي لا يختلف على كفاءتها وعلى أيضا إمكانياتها، ولكن ضمن المنظومة التي نعيشها مجتمعيا ربما هنالك بعض الصعوبات؟ وش بارك الله فيك وشكرا كثير لكم. موضوع بلدية الخليل، الانتخابات اللي صارت انتخابات كانت على مستوى كبير، كان فيها تمثيل شرائح كثيرة من المجتمع. أنا شاركت ضمن قائمة كانت ترفع لواء الوحدة الوطنية، وهي بحد ذاتها كمان كان فيها نوع من الطابع التجميعي تمثيل فئات كبيرة من المجتمع رجلا ونساء وضمن أطياف سياسية كثيرة، وتمثيل كمان مجتمع كبير. بعد فوزنا بالانتخابات كان في طبعا بعد وأثناء الدعاية الانتخابية كان في توجه عام لترشيحي لنائب رئيس في حال حصلنا على أغلبية المقاعد، وهي ثقة طبعا أنا سعيدة فيها. الثقة هاي ما بتجيش بس من خلال المجاملات، الثقة هاي بتيجي من خلال الجهد، من خلال الاستعداد، من خلال إثبات الكفاءة والجدارة. وأعتقد أنه إحنا في مدينة الخليل كما في بقية أراضي فلسطين الحبيبة، النساء فيها كما الرجال عندهم إمكانيات وعندهم قدرات، عندهم يعني قدرة على إضافة المزيد إن أعطوا الفرصة. أحيانا المسألة بدها نوع من إرسال رسالة تطمينية للناس بأنه فعلا قادرات، وفي حال ما الواحد يوصل هاي الرسالة بقوة ببين أثر إيمان الناس فيه. أنا أعتقد أنه حصلت على يعني بدي أحكي تشجيع واهتمام وقبول من شريحة واسعة من المجتمع، كمان حصلت على قبول وتأييد من قائمتي نفسها في ترشيح لنائب رئيس. سعيدة جدا في هاي الثقة اللي أخذتها، وبعتقد أني أخذتها على استحقاق الحمد لله، طبعا بإشادة منهم. وكمان بعتقد انه هلا التحدي الحقيقي، لانه احنا بنحكيش عن منصب رمزي، احنا بنحكي عن مسؤوليه كبيره، المسؤوليه هاي قيد الاختبار. فالاحساس بالمسؤوليه تجاه الامانه الموكله الي كما بقيه اعضاء المجلس مسؤوليه كبيره. الاستحقاق الحقيقي هي بعد اختبار سنه وسنتين وسنوات ماذا قدم المجلس وماذا قدمت أسماء الشرباتي. مستحضرة يوميا هاي المسؤولية، مستحضرة كمان بأنه البلد تستحق خدمة على مستوى عالي، وإحنا بنبذل جهد كتير كبير في تقديمها للناس بأفضل صيغة ممكنة. طبعا لسه من الصعب أنه الناس تحكم على النتائج، لأنه إحنا فعليا لنا فقط شهرين في المجلس، لكن أتمنى أنه خلال شهور الصيف، خلال الشهرين أو الثلاثة القادمين يبدأ يبين أثر وجود مجلس جديد والإضافات النوعية اللي ممكن يقدموها. موضوع الشأن العام، موضوع المجالس البلدية، أنت بتحكي عن خطاب واسع خصوصا في مدينة الخليل، أنت بتحكي عن خدمة نسبة شريحة يعني كثيفة جدا من السكان، بحاجة إلى تركيز وبحاجة إلى ضبط أولويات، وبحاجة كمان إلى التعامل مع الموارد بحكمة شديدة. توزيعها بده شوية تركيز منا، وأعتقد أنه إحنا جميعا، وأعتقد كمان بفضل الله أنا أيضا، أنه أمتلك الكفاءة الكافية اللي تخلينا نقدم شيء جديد، هو نشعر الناس بوجودنا ونشعر الناس بأنه فعلا أصواتهم وتمثيلهم واهتمامهم يعني ذهب أو يعني توجه بثقة نحو ناس إن شاء الله يكونوا على قدر هاي الثقة. بالنسبة لموضوع بدي أحكي الطابع الثقافي للمدينة، دائما إحنا إنه انطباع وكأنه الرجال مستحوذين على أماكن صناعة القرار، وإنه من الصعب إنها المرأة تصل إلى ذلك. أنا بدي أحكي إنه بحكم إنه تمثيل الرجال في الشأن العام نسبته أعلى،
عادة بيظهر بشكل أوضح، نعم، لكن أنا كمان لكن أعتقد أن عفوا المجال مفتوح للنساء للمنافسة، بيحتاج المجال لدور مفتوح كفاءة. دكتورة أسماء، عفوا على المقاطعة، المجال مفتوح للمنافسة بين الرجال والنساء، لكن لنكن بصراحة أيضا ليس بالضرورة على مواقع أو لربما لنقل مهام قيادية. يعني نحن حين نتحدث عن نائب رئيس بلدية يعني يحل محله في كثير من الأمور، في حال طبعا عدم تواجده لانشغالات معينة أو لربما يعني لنقل مواقف معينة، وبالتالي هذه مسؤولية كبيرة جدا، ولربما نادرا ما كنا قد سمعنا وسجلت مثل هذه المواقف المشرفة بأن تكون أو يكون مسؤول نائب ومسمى نائب رئيس بلدية هي امرأة قيادية. صحيح صحيح، وأنا معك. إحنا عدد النساء المشاركات في قطاعات العمل تقريبا نسبتها عالية كتير، لكن عدد النساء اللي بيمثلوا البلد كصانعات قرار ومتخذات يعني راسمات سياسات قليلة جدا. ويمكن أنا هاي منبع المسؤولية، إنه أنا جزء من هدفي كمان في المشاركة بالأساس تمهيد الطريق أمام النساء. أنا أعتقد بأنه إحنا طبعا كتعليم وكتدريب وكإنجاز في الميدان موجودين، لكن في ريحة التمثيل غائبة. علشان هيك التحدي في أنه المطالبة بي، أنا كمان أجد أن النساء أحيانا بيكونوا زاهدات في المنافسة على هاي المقاعد، يعني هم موجودات في العمل بجدارة، نعم، لكن عند التمثيل هاي الحلقة الغائبة، واللي أتمنى أنه يكون وجودي كسر فيها حاجز ومهد الطريق أمام أخرى عندهم الإمكانية، لكن عندهم كمان الحاجز النفسي أمام المنافسة، وهذا اللي يمكن لازم نكسره. معك أنا متفقة تماما، لكن بدي أحكي أنه المجتمع كمجتمع مش بعارض في حال ما النساء اللي دخلوا في هاي المنافسة أعطوا تطمينات بأنهم قادرات، كسروا الحاجز أمام حتى كلمة التردد أو فحص الإمكانية. في التعليم نسبة النساء يمكن خريجات الجامعات أعلى من الشباب بحكم أنه في اعتقال وفي التزامات مادية عند الرجال. فإحنا أمام كل 100 شاب في عندك 10 خريجين شباب، وعندك كمان 23 خريجة فتاة بتمثل شريحة معينة، فإنت عندك نسبة عالية، نسبة الخريجات أعلى من نسبة الخريجين، لكن في التمثيل في فرق. في التمثيل في غياب حقيقي في الوزارات، في رؤساء الجامعات، وفي كمان البلديات، وهي واحدة من أهم وأصعب القطاعات لدخولها. لكن في حال كان في، وأنا أعتقد بأنه في عندك نسبة من الكفاءات عالية جدا، لكن بيبقى عندنا حجز أنها تعطي ثقة، وأن هي كمان تكسر الحجز النفسي أمام التردد، على اعتبار بأنه هذا ميدان جديد وميدان يحتاج إلى مسؤولية. ودائما دكتورة يعني خلينا نقول يعني خليها تجرب المرأة الفلسطينية وليكن لها القرار ويكون لها الموقف ولتكن التجارب، يعني التجارب ليست مقتصرة، هنا يسمح لي معشر الرجال بصراحة، ليست مقتصرة فقط على الذكور، إنما المجال متاح للجميع، ومن يستطيع الإبداع فله الأحقية بأن يكون متواجدا وبأفكاره بكل إبداعاته المختلفة وبما أيضا يتلائم وتخصصه وربما أيضا خبراته التي يصقلها في عطاء للخدمات المقدمة من قبل مثل هذه المؤسسات كبلدية الخليل أو أي بلدية أخرى في محافظات الوطن. إجمالا نحن نتمنى صدقا لك كل التوفيق والنجاح، وأن دائما وأبدا نشهد المزيد من مثل هذه المواقف التي نعتز ونفتخر بها بنساء فلسطينيات قادرات ويستطعن أن يكون فعلا في المواقف والمواقع القيادية دائما وأبدا. أشكرك جزيل الشكر الدكتورة أسماء الشرباتي نائب رئيس بلدية الخليل، ونبارك لك ألف مبارك مرة أخرى هذا المنصب كأول سيدة تنتخب في منصب نائب رئيس بلدية الخليل. الدكتورة أسماء الشرباتي شكرا جزيلا لك ولوقتك أيضا الذي منحتينا إياه، ونواصل مع حضراتكم بين صباحاتكم وبين كذا